السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكتبة الإسلامية إيمانتا وحيدي سوكت بنيسا درسي أفراد ما إلا يرتيا حميضة يا عرب أيو لكن واحد لوين نقضين الدين تودو الدرراء فقط ولذلك ما إلا سبحانه وتعالى وفي وقت الهرك التربية إنا نفتح كميات وصدخ أي بطان وإلانة أي بطان وحل فرج هنا هذين كي إنبال الله كحدما قفك كلما إلهي حد جيسا وثروب السيق الصدر وكلما دلقاب في سيادي جيسا لنما دي شايسي بضط ولذلك ما إلهي سبحانه وتعالى طوك يتدى كتيري وحل فرج عبادة لذين يتدى عارق أكبرط يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورسل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن الناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إلى يوفر إيه سبحانه وتعالى نبي عليه الصلاة والسلام إن هذين كي كاف أو إن تين لا كاف هذين كالمسكي أبنو أما كبكل ببال يرمو أما كير أي ريح إنتم موقوف بالناس لكن هذين كي كاف سبيه صحابة دي وانك أن إلا أيو أمو معي برره إذا إلهي أتقنا إيه سبحانه وتعالى يبو إلهي رأى لها شيء سرادين إيه كنت لكريني فليان أوامر تعالى سبحانه وتعالى markii ay rajreen in qaatay noqdeen ayay ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa ka dambeeyay rasuul rabbi soo dejiyay allah qadiinayo faqra wa ma tayassara min alquran ilay alaan ilaahay tilmaamayeen la idin ogaaday sida uu ilaahay u rumaysantiina uu taageertantiina uu caabudaysaane hadda wuxuu quraanka idin fududaada akhriyaa la soo dejiyay subhanahu wa ta'ala idan ibadaat ka allah faray waxba dagaalaminaa lay marka kan laakiin badili balasi ay ah إنه حرق الله سبحانه وتعالى أي حجسته صلاة هي عبادة وصعين بصبر وصلاة إلى عيد القرآن قد المامي كلمة الصبر هي صلاة يعني الصبر هي صلاة وهو حيامه هو وينفق مؤمنك شدائدك صارة فدراجة إبهو حيا الله المامي إنه عبادة بطبع وحق الله المامى قريشي دول بو يسكد ديسي طار رأينا يسكد ديسي إنه نبغى مفاوضة لقلان مر إنه يسكد ديسي أبي طالب كاشتكي مر إنه يسكد ديسي اللي عدادي والله سمو بل سوال بعض الغرب يو مرين لسكو دا يورا إن مناسبية وحلاشة غاية حمسية وحلال غسينة يا رب شدو شوشي وهو البوى الغدي مثلا مفاوضات كار أبين توقع هذا النور رواية الباني والصحيحين أيو سلسلة ديسة عقيل ابن أبي طالب أيوه وقور رمي يقصوي سوي شاهد عيان عايو شوغي وعين قويش مع أبي طالب وسم يعني أبي طالب هي ماشي قصص بدن بالغورية لو صاحب الرحيق المخصوم دوك سايو ورنية انك سبب ابن هشام ورود في ريان وتخرجينين امانو سفي عن سات كذين او موشن لكن تم تفضل البارو التصحيحين يعني ايضا اقرم بياء العمر كتاب في سيلا خيرا سيئة وكفت عن كتب المعاصرين كسن سنددا ضبال قري وهي وحي سكود ديين وسنددا وحور ورنية ونن انو تخرجيو اما هو سكود ديو ان استحاضة يزين تلات سيد وعطيك عقيل ابن ابي طالب oo xaadisadan dhacdan joogayba wuxuu leeyahay quraysh ba abi taalib urtimi waxay ku yidhaahdeen markaa ina ibn akhi inna ibn akhika hada qad aadana fi nadina wa masjidina fanhaw an ila an kan bay yidhaahdeen adaadeen ka u tahay waa nagu dhibay walaayaashan u fadhiisanayna iyo masaajidkiiba ee nagala hadal iyo noogu imanina iyo nagu dhibina walaayaashi iyo masaajidka iyo naga imanan ma dhibine nagala hadal aqeel wuxuu leeyahay aabba ila hadlay markaas kule aqil wayna abi faalib oo yiri aqil in talib saakini bi muhammad warbala oo rodooyi doono muhammad ike iyo wiya muhammad buu yiri buu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waan baxay buu yiri gurigii yaraa waxa baxay dabeetana waa tagay buu leeyay waan keenay buu goor buhuro adeegga kulushahay ayaa soo kaxeeyay buu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam keen markii uu yimi buu abi faalib wuxuu yiri نبي الله عليه إن بني عمك هؤلاء قد زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم فانتهى عن ذلك أبي طالب عيلي أبي غراء كلمة غراء وحي شاقنا يا أبو عيلي إن أطبطي ومساجد دي يقول يا شهدي بكل بطي إيه دي بتخده سأس النبي عيلي عليه الصلاة والسلام نبي عليه الصلاة والسلام أنت بكى تستمع بها يا غيبو عيلي أترون هذا الشمس على أي تأتي معركة هذا الويل مكة فما انا باقدر على ان ادع ذلك منكم على ان تستشعلوا منها شعله وما اود بدي بقول لنا وحي شيء يا كتبه
sida aydan u awoodeen cadaadada dabka soo shidata yani cadaadada inay dabka soo shidata mid suurtagali waa maya sida aydan taa u awoodin ayaanan ana u awoodin buuda inay diinta dhaafo ee waan wadayaan ugu dacwadii allay faray abu taalib baa markaa wuxuu yihi wallaahi ma kadabna ibn aakhi farjicu abu taalib waa diiday markaasi inuu maa kadabna ibn aakhi beeri looma sheegin buu yidhi nina kala beerka wax ee iska taga yani wuxuu sheegaya waa run buu leeyi marka wax kaloo la yidhahda ma jirtee mar hadduu yidhi beejootin maayo dhaafo ay dhaafo buu ku yidhi sidaa igu daayo nimankii cadhadoodi waa sii tiro badan quraysh ahay iyo kolba waxay isku deeyeen fawrnaa haday ku deeyeen iyo xoogxoogan lagu dayo oo kuwa qurunka saaraya ama lahaa madaxaanu kaga joogsanaynaa mar ashtaka isku deeya ayaa abitaalina loo tago la yidhahda naga qabo mar waxay isku deeyeen xataa inay isaga iqraa ku sameeyaan inkastoo xadiidka iqraaga sanadadiisu aanay xoog badnayn sheekhan akram dayaal cumar inuu leeyay waa daciif laakiin albani fi takhriijihi fi tafsiira lilghazali markuu takhriijinayo waxaan rajaynaya inuu taxsiininayo u leeyay xata lagayr waxbu ka ururinay waxay sheegaysaa rawaayadkaas iyaguna inay xad xataa ay gaadheen kolba intay nabiga cid u soo diraan inay yidhahdaan bal la saada cudra mn rabiica kale inta loo soo diray in la yidhi balorod u tag wakaasoo wuxuumaan waxaynu ku heshay naba nagalla oo cudba uu yimay nabiga isagoo weydiisanayo leh warniyow waxaanaad doonaysa hadday madaxtinimo tahay inaanu madax kaa dhiganno hadday boqortooyaha doonaysa tahay boqoraan kaa dhigno ku boqorno haddaad xoolo ku doonayso dad siyaasadeed un xoolo doonay kaa tahay inaanu xoolo ku siinno oo kau xoolo badan kaa dhigno hablaa carbeed kuwa ugu qurux badan la kuu guurinno wax kastoo dan dure weeno aad doonaysaa kuu yeellaba yidhaahdo afaraata min ayaaba alwaliid buu ku yidhi ma dhammaysata waliid aabihiyo haa buu ku yidhi dabeetana aayad qur-aanu nebigu ku akriya calayhi salaatu wasalaam ilaa iyo uu afka gacanta saaro wa iskaga tegin qurayshi waxay aragtay markaa inooga yimo isa soo bedelay ilaa la yidhahda isagii waabay noqotay la yidhaha waabana cid loo dira isaga laftiisa miyu inaga kaxaysane yani halkii soomaaliga lahaa la naxariistay inagaba nagu dari gaadaydii buuna galay waxaa dhacday markaasi in oo isaga laftiisii markaa raadin gaaday qur-aanka qurayshi tawrna noocaasi isku daysay mar waxay isku dayeen inay yidhaahdaan aan taxadi ku samayno balaayada kee nabaan shaahidanasana waxaan leeday nabaan hayo buurtaa safo la yidhaahdo bal waa kaasi intixaad looga dhig ibn cabaas baa wuxuu leeyahay musnad imaamu axmed xadiis ku yaalla culimada waliba ay sanadkiisa jayid ibn kasiir ku tilmaamayo wuxuu yidhi inta loo yimi nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay waxay yidhahdeen rabbigaa waxaad noo weydiisaa buurta ila safo la yidhaahdo dahab ina looga dhigo waan ku rumaynaynaa safo dahab ha noo noqoto qaala watafcaluun may rumaynaysaan uguud haddii taa laydinkaa iyaao dahab laydinka dhigo haa bay dhahdo fadaca ilaahay buu u baryay buu yidhi dabeetana jibriil baa u yimi waxaa la yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam jibriil baa wuxuu ku yidhi ilaahay wuu ku salaamaya waxaanu ku yidhi inshita asbaxa lahum asafa dahaba haddaad doonayso safa dahab baa looga dhigaya laakiin faman kafara bacda dalika minhu cadabtuhu cadaaban aliima law acdibu axada min alcaalamiin laakiin cidda markaa ay dahab noqoto haddana gaalnimadii kusii sugnaata waa halaagayaaba ilaahay leeyay subxaana watacaala cid hore cadaabin ayaan cadaabaya haddaad doontana baabka tawbad iyo raxmadaan u furaya oo yacni waxba dahab laga dhigi maayo wixii toobad keena una islaama ayaan islaamnimadooda ka aqbalaya labada door baa la yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam in safi ay dahab noqoto laakiin hadday ku diidaan markanba la halaago sidii ambiyadii hore wadhici jirtay iyo in aan safa dahabna laga dhigin in lasugo wixii islaamayo baabu tawba markaas uu furaadamo aanu noqon mid laga xidho ibn cabaas baa markaa wuxuu leeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu doortay markaa baabi tawba waraxma dabeetana aayad qur-aan baa soo degaysa ibn cabaasyada ilaahay wama manacnaa an nursila bilaayaati ila an kadaba biha alawaluun waataynaa tamuuda annaaqata mubsira aayadka ilaahay uu leeyay noomay diidin inaanu soo dirro aayaadka ilaa iyo in kuwii horeba beeriyeenu mooyaane yacni iyana intay beeriyeenu inaanu markaasi halaagno oo reer tamuud iyo naaqadoodii baa lagu xogsiyey qoladaaba mar haddaan ay anficin haddana ilxaaxaasi markay ka deen waayeen nabiga calayhi salaatu wasalaam
ayay wax ku yidhaahdeen bal dayaxa laba ka dhig bay ku yidhaahdeen. dabeetana ilaahay baa subxaana wa tacaala laba ka dhigay oo labada buuroodee tacalada magaalada ka saaran buu kala fulaystay saxiixa bukhaari iyo muslimka ku sugan. saxaabiga nabi cabdillahi ibnu mascuudna anaaba labada idayn loo saaray buu leeyay dayaxiyanka ilaahay laba ka dhigay labadii buuroodu korkooda ka kala muuqday. waana ka ilaahay qur-aanka ku sugay iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar wan yara wayasan yucrid wayaquul sixr mustamir. dayaxii markay arkeenna waxay dhahdeen waa sixr, waa sixr, indhaha iyagunba sixrtay dayax laba kala noqdayna ma jir bay tilmaamayaan. qurayshi waxay isku dayday hadba inay nooc uga hor yimaadaan diinta, aanaysan raacin marnaba nabiga calayhi salaatu wasalaam. mujaadalaad iyo dood iyo wax kan iyo masalan waxaa jirta waxay culamaa taariikh wariyaan masalan waxay u yimaadeen baa layidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi yaa macshara quraysh innahu laysa axadun yucbadu min duuni illahi fii khayr, war ma jiro ilaahay kaydkii wax la caabudo khayri, ayuu ku yidhi. qurayshina waxay ogeyd inuu kristanku ay caabudaan maxay nabi ciise iyo warkan maxamed yidhi. markaasay waxay idhaahdeen sodigii odhan jiray ciise waa nebi iyo waa caynkana addoomaha waa wanaagsan buu ka mid yahay. taa macnaheedu waxa weeyaan been baad jirta oo adigale wax la caabudo khayr ku jira ma jiro. nabiguna waxa uu tilmaamayay sida xadiidkuba tilmaamayo inahu laysa axadun yucbad min duuni illah fiihi khayr, asnaamtoodan iyo waxaan buu ka warramaya kamu warramaynin ciise kamu hadlayniyo yani waxay kaman caabudayaanoo nabina khayr ku jira bu tilmaamay. waa ka ilaahay soo dejiyey bay culamadu sheegaan aayadka qur-aana ilahay leeyay walamaa duriba bnu maryama matala idaa qowmuka minhu yasiduun. ciise bnu maryama markii yani tusaalaha ciise bnu maryam markii la keenay baa laleeyay subxaana wa tacaala qoomka way kaa fogaan yaaba diinta ayay kasii cararaya iyagoo uga jeeda nooca kan waxaa dhamay doodunba ahayd maa darabuhu laka ilaa jadala baa ilahay dhan kale kamay lahayn mooyaane doodun inay doodaan mooyaane wax kale ay uga jeedeen ma jirin. marka aynagna kasoo dartanay culamaa taarikh wariyaan waa labadan aayadooda qur-aana innakum wamaa tacbuduuna min duuni illahi xasabu jahannam ayaa la yidhi idinka iyo wamaa tacbuduun baa layidhi ma lagu isticmaalo waxa hayru caaqilkaaba meesha aayadda qur-aan isticmaashay iyana ciisa ula keena waxay dhahdeen adiga ciisa caynka ka sheegay. cala kulli xaal dooda qurayshi aad bay u tiro badnayd ay kolba dhan ka imanayaan. mar ay yidhaahdaan isku dayaan inay qur-aanka beeniyaan, mar ay isku dayaan inay yidhaahdaan dad baa kuu sheeg sheegay ama cid kala ka baratay, mar ay yidhaahdaan yani kolba dhan unbay isku dayeen inay kaga yimaadaan. waxaasoo dhamina waxay ahayd in uuna isku dayaan nabiga calayhi salaatu wasalaam inay cagsi geliyaan ama inay maagaan ama inay fogeeyaan. laakiin nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaasoo dhami kama joojin inuu diinta sideedii u wado, oanu marnaba u joojinin qabayaadkooda kan. laakiin iyana waxay tiro badiyeen oo aada u tiro badiyeen tacdiibkii iyo cadaabkii ay ku hayeen dadka muslimiinta ah, gaar ahaan dadkii mustadcafiinta aan waxba iska rabaynin. markaasbuu wuxuu nabigu idmay ama se ogolaaday hijraadkii in xabashada loo hijroodo, hijradii koowaad, mar labaad haddana in xabashada loo hijroodo iyadoo mujarad la ilaalinaya dadka muslimiinta iyo istibcaafka lagu hayay cadaadkii muslimiinta lagu hayay iyo nimankii mushrikiinta ahaa oo bilaabay doodo badan oo ay kala soo horjeedeen saxaabada oo isku dayeen inay tashkiik ama shaki geliyaan dadku wuxuu aaminay ama caqiidadii islaamiga uu nabigu ula yimi calayhi salaatu wasalaam. waxyaabahaasi muraqa badan ka dhacay masalan waxaa ka mid ahaa baynu soo tilmaamnay dhowr shay. waxaa kaloo ka mid ahaa baynu suuratu ruum masalan sida xadiidkii tarmidi sheegayo markay qaybtii hore soo degtay ee suuratu ruum alif laam miim gulibat ruum fi adna alard wahum min bacdi ghalabihim sayghlibuuna fi bidci siniin. suuradaas markay soo degtay qaybtiidaasi hore ilaahay subxaana wa tacaala uu ku tilmaamayo ruum in la jabin doono oo fii adna alarda lagu jabin doono kadib intay guulaysteen muddo dhowr sannadood gudahooda waxay noqotay runtii saadaalin aada u cajiiba. qur-aankuna nubuwaadkiisa waxaynu maalintii dhawe soo tilmaamnay nubuwaadii suuratu tabat, tabat yada abi lahabin wa tab, waynidhi waa nabuwa sheegaysa qur-aanku uu ku tilmaamayo inaanu abi lahab weligii rumaynayna ahlunaar baynu noqonayo
sidoo alla u sheegayna way u dhacday iyadoo gaalo kale oo badani joogtay oo iyagu kaafadoo ka mid ay soo islaameen. tanna waa wadcigii caalamka markaa ka jiray labadii dowladood ugu xooga roorroona oo midna ay tahay dowladdii romaniska la odhan jiray albizantiyiin, midna ay tahay dowladdii iraaniyiinta ama beeshiyanka la odhan jiray, oo labadii dowladood ee caalamkii markaa la yaqaanay ugu xoog badnaaya colaad weynina ay ka dhexayn jirtay, oo labadan dowladood aad bay suuxayn jireen colaad weynina way ka dhexaysay, ayaa waxaa la jebiyey romaniskii dhulkaa urdun ay hadda ku taalla agaarkeeda lagu jebiyey jabaadukan. waxay dadka waxindhaindheeyaa markaas u arkayeen inaanu jabkaa dabadeed soo kacayno romaniska, waxaana aad u toobbato oo aada u muuqday dowladdii beershiya ama iraaniyiintii, waxaana la ysla hadigu soo laabna maysataa romaniska. saadaalina aad u fog bay ahayd in la yidhaahdo wadcigay markaa ku jireen iyo noloshay joogeen iyo sidii loo jebiyey iyo dhibkii ku dhacday waxa in la yidhaha marka may soo noqon doontaa ay wax qabsan doonta, qur-aan baa ciqka ka soo degay ilaahay leeya way soo noqonayaan iyagaana wax qabsanaya. qureyshi markaa waa ku istihdaado waa ku qososhay muslimiinta kulee romaniskaa laga takhallusay baa mar labaad imanaya aad bay ugu qosqosaleen. dabeetna waxaa la yidhahdaa muranku wuxuu dhex maray abibakar iyo koox mushrikiinta ka mid ah, markii dambe waxay ku heshiiyeen inay rihaan dhigtaan, inay sharafamaan oo ciddii sharafkaa laga hela xoolaa in laga helo ee fi shariica hadda waqti yar inu joogna sharafka kaasi ma banaana, laakiin intii aanay taxriimku soo degin ayuu ahaa. dabeetna wuu la sharafama in la jebin doono nimankaasi romaniskaa sida qur-aanku sheegaya inay sax tahay iyo inaan waxba ka jirin. rihaankaasi sidii qur-aanku sheegaya ayay u dhacday oo waxaa la jebiyey nimankii romaniska ahaa mar dambe ayay wax jebiyey. waxaad moodaa inay kaloo laysku hayay fikrad odhanaysa kristanka oo markaas uun dadan lagu tirina inay alla rumaysan yihiin ah, iyo nimankan kale beeshiya oo iyagu qolada sanamka caabuda oo asnaamta ka tirsan, oo aad moodo mushrikiintu xagga asnaamta inay yala siyaasiyan taageerayeen oo u arkayeen xoogbadnida asnaamta ay xoog badataa inay dani ugu jirto, muslimiintuna inay dhinaca kale taageerayeen, iyo iyadoo jaziira alcarabiya gaar ahaan magaalada maka la yidhaahdo aynu nagi waxaa ka jiray maka dhul baayac mushtar bay ahayd. markaa siyaasadda duwaliga ee dabada in badan ayay u fiirfiirsanayeen, waayo maadaama tijaaradoodu nabadgelyada ay ku salaysnayd waxaa halkana la jabiyey subxaana watacaala. markaasi nimankii beershiya la odhan jiray wayowmaida yafraxu lmuuminiinti baa dhacday, cadaadiskii muslimiinta lagu hayayna wuu sii tiro batay. waxaa bilaabmay waqti uu nebigu u ogolaado saxaabadu inay hijrooto maka inay iskaga tagaan. wuxuu u ogolaaday nebigu calayhi salaatu wasalaam inay u hijroodaan dhulkii xabashada. hijrada xabashada loo hijroobay laba goor ayay dhacday, mar hore iyo mar labaad bay culamadu isku waafaqsan yihiin ama bukhaariga siduu soo aroorinayaa rajaynaya. labada goor ay dhacday marka hore waxaa la yidhahdaa waqti sii yaro horeysa bay ahayd. kutubi taariikh waxay sheegaan sanadkii shanaad ee nebiga calayhi salaatu wasalaam soo bixisa meelahaas buu ahaa. dadka hijroodayna inkastoo ayna sanad saxiixa ku haynin, laakiin sida waaqadiyo ibn isxaaq midbaa laba riwaayadood oo iskalasan ay sheegaan, ibn isxaaq wuxuu ku sheegaa 10 raga iyo 4 dumara inay ahaayeen, waaqidina si sidaa ka yara gadisan buu ku sheegaa waa 12 nin iyo 4 dumara inay ahaayeen, yani hal nin baa difna isu dhexeen. markaan isku darno waa 12 qof waxaa la tilmaamaya inay hijrada hore hijroodeen. weliba riwaayadaasi aanu taariikhu ay wariyaan inaynu dhinteen xoogan umahayna waxay kusii sheegaan in ay doon ku kiraysteen nisfa diinaar ama diinaar barki, inay doon ku kiraysteen diinaar barki waa ilaa 2 garaam oo dahaba meelaha ay ugu raaceen dhulka xabashida. markaynu eegno riwaayada saxiixa ee soo aroortay matalan ama isnaad xasana qisada uu kusoo aroorinayo ibn isxaaq lafdiisiiyo ibn hishaam siiradiisaba ku taalla, isnaadkaasi xasankaa waxay tilmaamaysaa umu salama oo sawiraysa umu salama oo umahaat lmuuminiin kamid a oo sawiraysa hijradaasi siday u dhacday. umu salama waxay kamid tahay dadkii koowaad ee hijrada koowaad ka qayb galay. waxay leedahay markii dhulku nagu ciriiriyoobay maki markay nagu ciriiriyoontay ee nabiga calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisii la imtixaamay ee la fitmeeyey
ee waaqay nabi waalay salaatu wasalaam waxa dib ku dhacay saxaabada ee diintooda lagu geysanay daraadeed ee rasuulkuna uu awoodi kari waayey inuu wax ka celiyo isagoo isagu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku jira bay tiri fii manacati qawmi ama kalkii ay wax ka celinayeen oo isaga abi aalib baa markaa noolay oo aan adugu munaawashaad iyo cadaadsiyada qaabkoodayna soo sheegnay mooyaane aan si toosa isaga dhib badan oo cayn kaba toosayaani jirin ayuu wuxuu neecbay saybay leeday saxaabadiisa waxa dhib gaadhaysay wuxuu kaloo jeclaystay nabigu calayhi salaatu wasalaam meelu ku badbaadaan inuu daydayo dabeetana maalin ka mida buu intuu la hadlay buu wuxuu yihi ina diyaarada alxabasha ملكا لا يظلم احد عنده دوكا حبشيدا وحا كميدا بو نبي عليه الصلاه والسلام وحا جوغا بوخو انا في تدك لو ظلمنين اي فلحقوا ببلاد دلك تكاد يا ابو نبي كوري حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما انتم فيه حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا ilaa yo alla subxaana watacaala idinka yeelayo faraj ama uu idiin furayo albaab iyo meelaa ka baxdaan waxaan dib idin haysa intaa meelaa ka baxdaana laydin yeelayo sidan yeela yani nabigu calayhi salaatu wasalaam waxbaanu rabin in saxaabadiisa la tirtiro ama istiisaal lagu sameeyo quwada qureysheed ama xeebka qureysheedna waxay isku dayeen ay dadkan gaar ahaan dadka ducafaa qoomka qasab in diinta lagaga celiyo dabeetana nabigu calayhi salaatu wasalaam wadcigii dunida ee agagaarkiisa duwalkii ka jiray markuu indhaindheeyey wuxuu tilmaamay boqorkan xabashidu inuu ka cadaalad fiican oo romaniskan iyo bershiya iyo kuwa kan inuu ka cadaalad fiican yahay boqorkan xabashiyeed oo markaa iyagu masiixiyad haystay ama nasraano aha diintan nabi ciise uu nisba sheeganayay wuxuu ninkaasi cadaalad baaftiisa taalla culimaduna waxay dhaahdaan dowlad islaama oo dulmi samaysa boqortooyadooda way duushaa laakiin xataa hadday kaafirato cadaaladda leedahay cadaaladda waxay ka mid tahay waxyaabaha mulkiga ama boqortooyada ama maamulka dib u dhigay inay duusho iyagoo ayad qur-aana u deliishanaya idan alkof maca alcadaala yaduum bay dhahdaan gaalnimo cadaalad ila socoto mulkigeedu wuu waara laakiin islaamnimo dulmi uu la socda ma waato adoo muslima haddaad xagga dulmiga uxirta cadaaladda laga waayo saad waarimaysa waxa waarista kaaga xaq leh ta kaafirta ah laakiin cadaalada ay la socoto saxaabadii nabigu calayhi salaatu wasalaam wixii bixi karaya markaa waxay baxeen arsaalan iyagoo ah koox kooxna un dhuumanaysa iyagoo ah aan xataa wada soconin dabeetana halkaa xeebta laysugu yimid oo waxoogaa kana iska heleen meeshaa markay isugu yimaadeenna doontaas bay raaceen iyagoo diintooda la cabsanaya oo xaggaasi qabtay dhibka markay sii badatay xataa waxaa la yidhahdaa dadka loo fasaxay inay hijiroodaan waxaa ka mid noqday markii dambe xataa abibakar bay isku day inuu ka hijiroodo meeshana iskaga tago abibakar magaalada makuus kaga baxa la yidhi dabeetana markuu marayay meel la yidhahda barkulrimaad meel la yidhahda markuu marayay ayaa waxaa la kulmay nin la yidhahda ibnu dawina ibnu dawina waa nin mushrik ah laakiin odaygu wuxuu yahay qabiilka la yidhaha alqaara qaari waa qabiil xilfi wadaaga loo ahaa bani zahra nimanka loodhan jiray qabiilkaasi sayidkiisa yid abibakar oo soconayo safara buu arkay wuxuu ku yidhi ya abibakar ayna turi xaggaad u socotaa abibakar wuxuu ku yidhi talkay baa isoo saaray markaa waxaan doonaya ilaahay dhulkiisa inaan meel isaga kocaana lagu caabudo hortay bannaan baan u socdaa buu leyay abibakar فأنا أريد أن أصيح التلاوة وأعبد ربي إن أبوك اتكسع دون أم مالا عليك أيكو عابل لنا صدا أيام ربا ابن دوري رأي ما شاء الله حظي وعن كل إن مثلك لا يخرج ولا يخرج فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكلب وتفر الضيف وتعين على نوائب الحق ورارقوك لأبوه أبي بكر ومبخر لما نصعب يعني أبي بكر nin isaguna iska baxo oo luma ma aha nin kalkii saari karaanna ma aha waayo buu leeyahy adigu wanaag dhammaantii baad ka shaqaysaa waanafe waa waadhii khadiijina ay kulahay nabiga calayhi salaatu wasalaam markii loo soo waxyooday uu baqayay waxaad moodaa inaysa kelmad lagu isticmaalo dadka iska fiican waanay carabisaga isticmaali jiro kale inaysa
tiyo kamisna ku isticmaalo wuxuu leeyahay ee kan waxba haystan waad wax siisaa qaraabada iyo raximka waad xadhiidisaa kuwa culusa ma dayn ama dhib ama mushkilad ku culus waad ka faydaa ka xambaarsaa martida waad soortaa balaayeenku dadka markay ku dhacaan waad iga gargaartaa nin waxaasee wanaaga samaynaya waa faaljazaa lixsaan ila lixsaan xagee lagu saara ma aha buu leeyay mid baxa aniga zimadayda ku joogtay ana magangelyo ku siiyey buu magangelyo aniga odayi reer hebela ayaa magangelyo ku siiyey ee noqo dhulkaagii ku noqo oo caabud rabbiga ningana waa nin gaaleed caynka leh dabeetana abibakar baa soo noqday isagoo ibnu dadin ay wada socdaan ibnu dadina markaa quraysh wuxuu iclaamiyey ninkaasi waa maqantay carabtii hore qabaailku waxay isticmaali jireen meesha wada degaan odayada qabiil ka tirsanay hadday cid magangelyo siiyaan waxay qolyaha kalena ina magangelo siiyaan haddii kale labada reer way siilayaan oo waa nin reerka ka mid oo wax la yeelay oo kale sidaa ogeed wuxuu leeyahay anigaa magangelyo siiyey qurayshayda sidaa ogaada waxaa la yidhaha haddaad magangelyo siisay annana waa ogolaanay magangelyadiisa ninkaasi gurigiisa haddaba wuxuu ku caabudaya ku caabudo hana daayo halkiisa ha joogo laakiin yuu meelaha kaga dhawaaqi waxaanu diidan nahay muddo abibakar gurigiisa iskaga tukanayey oo meeshiisa iskaga cibaadaysanayey dabeetana gurigiisa filaagiisa banaankiisa yaro hore daaradiisu meel yar ka samaysta uu ku tukado halkaasba abibakar intu ku tukadaa buu qur-aanka kor u akriya markuu qur-aanka kor u akriyana xaafadaha iyo dadka meelaha maraya iyo dumarka iyo caruurta iyo waxaasaa kusoo ururo la yaaba ninkanoo dhegaysta abibakar wuxuu kaloo ahaba la dhahay rajulan baka nin oohin badan buu ahaba la yidhaha markuu ilaahay soo saada subxaana watacaala haduu salaad u qoo nin aad u ooya buu ahaba la yidhi oo aanu linkiisa haysan karin waa batii caaisha lahayd markuu nebigu xanuunsaday calayhi salaatu wasalaam ee uu yidhi abibakar faro waxaad ku tidhahdaa dadka tuki waxay ku tihi ilahay rasuulkiisa iyo abubakar bay isma xijin karaye cid kale u diro bay lahay idan abibakar nin aad u ooyin badan buu ahaa markuu ilaahay soo saado markay go-aan iyo talo tahayna markuu go-aan qaatana nin aad go-aan adag buu ahaa markay talo tahay waa ninkii keligii lahaa riddadu markay dhacday keligii baa la dagaalamaya saxaabo dhan bay hadda iska hadhaan haddana ninka hal adag buu ahaa laakiin ilaahay agtiisa nin kastoo muslim oo aad adiga hadduu ilaahay soo taago ilaahay agtiisa waa wax yaro sagiira walidalika abibakar hadduu ilaahay soo taago ishiisa ilinta kamuu xaji kari jirin abibakar marka halkaas iskaga tukadaa ooyaa qur-aankiisa akhriyaa quraysh waxay ka cabsatay ninkan inuu raadeeyo dadkan dhegaysanaya iyo dadkan kusoo ururaya inuu raadeeyo waxaa lagu noqday ibnu dadino waxaa la yidhi dhegaysta ibnu dadino lama kala dooro ninkan inaad magangelyadiisa ka baxaysid oo isukaaya daynaysid iyo dumarkii caruurta inaanu naga waalina inuu gurigiisa ku noqdo hadduu doonaya gurigiisa wuxuu doonayaa ka sameeye inaanu dabadu la soo bixin qur-aan la akrinayo ibnu dadina ku noqday wuxuu yidhi abibakar jalawlaa mid unbaan kaa doonay waa magangelyo waa ku siiyey laakiin dee ilaahay aada hoostaada isaga caabudo gurigaaga joog haddii kale magangelyadaydii soo celi oo carabka waxaa quraysh kale helaysaan iyo ela maka abibakar wuxuu yidhi jawaarkaaga heshiiskaagiina waa kuu celi ilaahay baa jaar la ahaanaya magangelyada alla ku joogay ena kala kaxe adna sidii buu joogay abibakarna wuxuu iska aqbalay inuu xamilo wixii dhib gaadhayay nabiguna calayhi salaatu wasalaam inuu joogaa buu tilmaamay hijradii hore saxaabadaa hore hijrootay ee dhowr iyo tobanka ah dhowr iyo tobankaasi intay sii maqnaayeen ayaa maalin maalmaha ka mid abuu nebigu calayhi salaatu wasalaam masjid xaraamka gudihiisa ayuu suuratu najmi akhriyay wannajmi idaa hawa maa dalla saaxibukum wamaa hawa wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa allamahu shadiidu lquwa aayadkaasuu akhriyay muslimiintii meesha joogtay oo dhami way sujuuday mushrikiintii meesha dhegaysanayna way xaji kari waayena way sujuuday laba nin oo raja kibirka badan ka mida mooyaane baa jir dabeetana war baa faafay odhanaya qurayshiba way islaabtay maalintaasi markay sahayn kari waayeene qur-aanka loo wada sujuuday markuu nebigu akhriyay ayaa war faafay odhanaya qurayshba odayadeed iyo dadkeeda waaweynee maanta masaajidkiisa ogoo dhan inta maxamed qur-aan akhriyay ayay dhammaantoodooda sujuudeeno dadba wada wada islaamay waxaa jira riwaayaad mursala xadiidka mursalkii waa xadiid uu taabici warinayo oo aan gaarsiisnayn saxaabi mursal saciid ibnu jubayr iyo abubakar ibnu cabdiraxmaan iyo abulcaliya saddex mursal oo saddexdaa nin gaadhaya baa jira
ويتو شيغي يا شيطان النبي عليه الصلاه والسلام عرفيك وكفرت وريح وقربي اي كم داهيت يوتشي النبي واخريين انو اما يري كجبتي سلامه لا باري اي ذكرنا وكاف دليل حمله وهي دب قاري النبي عليه الصلاه والسلام اني شوغا بوكلنا هجرتي ورا الصحابه ورا هجرتي دوري 18 كاح دوري 18 كاح في تيم مقنايه ayaa maalin maalmaha ka mid ah uu nabigu kaleeyay salaatu wasalaam masjid haram ka gudihiisa ayuu suuratu najm akhay wal najm idha hawa ma dalla saahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu an al hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadid al quwa ayata akhay muslimin dinay shaqtaan dum way sidid mushrikin dinay shaqtaan dum way sidid wa ayna way sidid laban nina ragga kii wax ka badan ka midan mooyaane baa dabeetana warbaa saasay odhanaya qurayshiba way islaam maalintaasi markay isweynkeeri waayeen qur-aanka loo yeelay sujuudee markuu nabigu akhriyay ayaa warsaaqay odhanaya qurayshba odhanyadeedii dadkeedu way odhanay maanta misaajkiisa uga dhaminta maxamed qur-aan akhriyay ayaa dhammaanteedoodu sujuudeena dadna wada wada islaamee waxaa jira riwaayad marsala حديث مرسل كيو حديث التابع ورين ايوه ان جاب كتنين تحالي مرسل سعيد بن جبير يا ابو بكر بن عبد الرحمن يا ابو العالية تده مرسل وتده دان من قال يا بكرة ويتو شيئا يا ان شيطان النبي عليه الصلاة والسلام عن رفيسة وقصة وريح وقرب يا كم داحي يمتشي النبي واخريين انو اما ان يركتر فيه السلام على العماني وتلك الغرانيق العلا وان شفاعتهن لترجى وهذا الشيء اللي يعني امانه تحي ان اصنامته شفاعه اذن للرجال يعني عرب كصاب عضي روايات مرسله شرويه ضعيف السنده وشنيع عباره ان الشيطان يري والمشركين كنا مقلع المسلمين ترى انا مقل والمشركين كنا سلمت الى الله امانه يجي التي تريد المسلمين ترى يعني سورة النجم كرنا هذا التي تريد لكن قصدها في علماء بدن بأغربية إن كتبه مرسل كاتين لا حد في تأثير سنة في تأثير صحيحي لكن علماء بدن بأغربية وحل لا يأثم العقيدة من كتبه الكيدة ولذلك ما مثل الشيخ الأيزاني وآخر قرار في سألة بأدانا لإرعى نفس المجامع لنفس قصة الغرانس ورقية وأنه فرنا يعني قصدها في سبيل الله سبطور لا وحك كراني كري وأكثر امتعان بل عقيدة أقول حي إذا صحيحون أو حيثاهون suurad badan inay xajin kariyaan niman ardayd oo laga ardayd garanayay ay ahaayeen inay xajin kariyaan dhawaysiga suurad badan si daraadeed inay la sujuudeen ala kulli hal waxa faafay war oranaya quraysh baa islaamtay muslimiintii joogtay makkah ee arab al habasha qayb ka mid ah ama muslimiintii halkaas joogay war baa soo daaray oranaya qurayshiba way islaamtay dadka waxa islaamayeen dadkii miisiga ma walaal baa qoraysi islaamay dadkii waa dhamaatay qoladii hore ee jiray ee hore ee tamanka ahayd warkaas baa soo gaaray dadkaasi markaa qayb ka mid ah ayaa ahli taariikhdu waxay raadaan ama ahli fiqhu baa soo noqday oo ka mid yahay Uthman ibn Mad'un ninkii looran jiray waxay soo socdaan ba markay makay yimaadeen ama dadkeeda markay yimaadeen ayay ilaadeen warkaasi in harta xal quraysh oo iyadoo nimankii habaarka qabayna inaanay islaamin waxay noqotay markaas inay dib u xidhaan haddana halkiibay dib uga xidhaan laakiin markaa kan waxa ku dartay baa la ilaahay raacay dad kale oo iyana rabay meeshan dibti ku tiramaatay inay ka hijroodaan ayaa helay dad dhan wada mareen oo meeshii soo maro kala yara oo garanaya wax dabeetana dad kale badan ayaa soo raacay Ibn Ishaaq sabuu oodhanaya markan dambe dhowr iyo sideed nin bay ahaay ibn jarir la ilaa laba iyo siddeed tan nin iyo dhowr iyo toban dumar ah ama laba iyo siddeed tan nin bay ahaayeen marka laga reebo buu leeyahay dumarkii carruur dumarkii carruur dumarka oo qodhana waxay ku sheegaan mar labaad kan dhowr iyo toban inay ahaayeen ala kulli xaal ahlu siyaar dad badan bay sheegayaan marka dambe inay ahaayeen siddeedan ka kor u dhaafay dadkan dambe dib bay ugu jiroode waxaana qabteen iyaguna ardal xabasha walaamay tarikh sida warinayaan waxa la yidhaahdaa waxay quraysh markaas tidhi waa dhib badan tahay in
meeshaa intay isugu dagaan ay ciidan kale iyo wax ka soo heli karaan nimanka warkooda intaanu inagu faafin aan soo qabqabanno. Marka laba nin oo quraysh waa yeelkeeda iyo raggeeda cajabka badan la kamid a hala diro boqorka xabashidana waa Najaashi, boqorka xabashidana ha loo diro iyo bataarikadiisa yani wadaadadiisa kalaartiskiisa ha loo diro hadiyado tiro badan leh haynagu soo diran hala soo qabqabta nimankaas iyagoo maxaabiista hala keenada la waxaa la diray laba nin oo mid yahay camar ibn alcaas, camar ibn alcaas saxaabiga ahaa marka kan gaal weeya intaanu islaamin weeyaan. Camar ibn alcaas waa ninka ku tilmaamaan daahiyati alcarab baa la odhan jiray, nin aad u caqal badan oo maskax badan buu ahaa, iyo cabdillahi ibnu abi rabiica labadaasaa la isku baray. Waxaa la yidhi camarow nimankaa maanta meel kaga soo hoyo keen adigoo wada iyo waa maxaabiis. Camar baa yimi iyo nina kale la socda oo hadiyada wada oo boqortooyada loo sido. Boqortooyada tan hadiyada loo siday markaa waxay damceen inay la kulmaan boqorka, waxaana weydiisteen inuu soo celiyo nimanka kale. Najaashi wuxuu yihi muslimiintiina bal hala igu yeero. Muslimiintii oo ka mid yahay Jaafar ibn Abi Talib baa loo yeeray, wuxuu yihi bal hadla ka warramaa ninkan iyo xambu sheegay oo idinku diintiina, yacni cadaaladdu way ka muuqataa durbada. Waayo cadaalad darro waxaa in cid qudhi intay cid wax ka sheegta lagu akhriyo dabeetana xukunka lagu qaado. Cadaaladdu waxay halkaba ka muuqataa ninkan inuu ninkii nabigu sheegay cadaalad garanayo yahay. Quraysh iyo odayadeedii iyo hadiyadaheedii iyo waxaa diintuu qaatay warkii dabeysta mu odhan inuu waa kuwa nimanka tirkooda iyagaa war badane kooxda yaryar waa raadiyona la celiyona mu odhan ee wuxuu damcay in dhalinyaro waxay hayaan la weydiiyo la waraysto labada manba inuu afti ka qaado. Markaasbuu ku yidhi muslimiinta baa la warrama idinkuna. Jaafar ibn Abi Talib baa markaasi hadlay, wuxuu yidhi boqorow waxaanu ahaan jirnay niman shirki iyo gaalnimo ku sugan, sanamka caabuda, baktiga cuna, jaarka u daran, wax kasta xalaashada, balba barkayaga uu dilo dhiigga iyaga aanu subanaysanno, wax naga xaaraanina ma jirin, waxna xalaalina ma jirino, hor baan isaga soconnay annaga nooca u nool ayaa ilaahay noo soo diray nebi annaga naga kisban oo aanu garanayno ballankiisa iyo runsheegiisa iyo ammaanadiisa, yacni nimaanu naqaano aan ahayn nimaanu khiyaamo iyo been iyo ahdi xumo iyo waxaanu ku naqaanay aan ahayn baa naloo soo diray. Ninkaasi wuxuu noogu yeeray buu leeyahy ilaahay noo soo diray nebigaahi inaanu ilaahay keligii caabudno waanaan cidna ku lamaanaynin, inaanu qaraabada iyo raxanka iyo dalka xidhiidhino, inaanu jaarka u fiicnaano, inaanu ilaahay usoonno oo tukanto, inaanu cibaadin, yacni wanaag oo dhan buu na qoray. Wuxuu ku yidhi baa layidhi markaasi hiraqal hal macaka shay mima jaa bi, wixii idinla yimi wax ma ka haystaa, yani wax iyala idin kara qur-aanka aad sheegayso bal haddaa wax ka haystaan sheega. Wuxuu kale u yeedaa layidhi wadaadadoodii kristanka ayaa saaqifadoodii iyo wixii odhan buu yidhi soo qoris. Jaafar wuxuu yidhi haa waan haya, halumma tatla calaya maa jaa bihi buu yidhi bal igu akhri buu yidhi haddaba waxaanu la yimi. Jaafar ibn Abi Talib saxaabi runtii caqli badan buu ahaa, wuxuu ku akhriyay suurad ka warramaysa muctaqadka iyaga rumaysanaayeen. Suuratu kaasa ama Maryama, suuratu Maryam ayuu markaasi ku akhriyay kaafa ya cinqaad, suuraddaasuu ku akhriyay. Najaashi markuu suuraddii dhegaystay oo fahmay ayuu ooyay ilaa iyadaa la yidhahda dadkiisu uu qoyay siduu u ooyay wadadan kristakii meesha fadhiyana waa ooyay. Wuxuu Najaashi markaa yidhi warkanaa keenay iyo warkii Muuse la yimi meel qoray kasoo wada baxay, maya warkii Muuse la yimi wuxuu yidhi meel qoray kasoo wada baxay say riwaayadaa ku sheegay. Markaasay Quraysh nimankii Quraysh eegaa waxay arkeen inay jabeen, markii la yidhi warkan uu Maxamed sheegay calayhi salaatu wasalaam qur-aanka iyo warkii nabi Muuse sheegay iyo kale waa waxyu meel ka wada yimid ayay waxay damceen inay ninkan Camar ibn alcaas lagaa daahiyati alcarab waa nin caqli badan sidaa aynu ku tagan muu dooranin, wixii ku dayday inagoo dhan kale ka soo wareego
وبلغوا جلتا كلا لطنا يو بيدي نمكا كانت عيسى وحا اغوهم بيك الشيغة هم يوم كريستك عيسى وحا اتقال لي ايين اله ام اله اله اذا تنوح تمعين الباب كاسا صدره وباب فيها عان من كانوا نمن في الحنو التلكو جدا يستطحين هو كاسا تعوى اذا هو ينوي مخلان دلائين كريستك وحكا الشيغة ويجنك بطار وحكا الشيغة ايين ايين ويقول لمنك كان يوحب بيت الشيغة أيها الملك يقول إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما عيسى وراء بيت الشيغة نجاشا هذا الأول يا رجل وقل لمحا جعفر بن لمحا كفد أحضان عيسى جعفر روح روحا ملانا هو عبد الله ورسوله وكلمته وروحه ألقاها إلى مريم العذراء البتول قال الله نبيل وإلى يدون في عيسى وانا اله رسول كيسي وكن لدي يرغبي الى ايه مريم قبع ري فاطعنا لنا ايه نجاش موعد ما على عيسى بن مريم مما قلت هذا العذر يرث قال ابو بقرزة وحكي دور يهي انت اذوا الشيختي عيسى مكره ولتنوح عمر الضغرك امان لبدلية من الابقية مسلمين تقل ومسلم مكة توحنا فاقاموا مع خير جار في خير بار أيوة مسلم قلت المامسة حديثة في سنة في صحفين وحقوق أهل الدجنة إلى إلى بي شار فيه خير بنا كل لا ترتدر فيه فيعنا يقول هو ركنا من ساك الدجنة رواية صحيحية وحي شامسة ودا سادة تمخى لغوى الرمي يلفت يلمجر تم نجاشي إن القرآن بس يبني أتكينا يوم الثالثة أنت صدنا سبعين بعد أولى هيني ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا بأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين آية القرآن إلى هيني dadka ugu dhow muslimiinta kalgacal waxa ay yihiin kuwii leena faaraan u nahay waayo waxa ka mid ah qasiisiin wadaado iyo ruuxdan kuwa cibaado u go'ay waxaana yihiin baa ilaahay kuwa aan siyaa weynayn waxaad arkaysaa marka yacni ay maqlaan wixii rasuulka lagu soo dejiyey iyagoo imin isheeda imin ay ka gareeray waxaad moodaa mubaadaradii ama isku dayna qureysheed يا هاين المهاجرين تسوع اليان انا اكو خفارة انا ما كان يسعون ويلي مسلمين فينا انا يحلان مولا يتجع وحيا بار ربي اصير تقال انا وحكم ده موقف كي مهاجرين في عقيدة دي رسكتها ما يقارنين عيسى من يكوي يريدين اي نبرا يكرر ما تلعين حقيقة لا هذا تشاهد يروا خلاصا كريبتا كاكتو دي تتايش كاها موقف كودا حقيقة يوم يعطيبنا ونقره الشيغان نعهنا إلى سبحانه وتعالى يكون نبدي لي وفي جرد ذاتي نالتي عن أيوه بعضي وواد جيه وحتى يتكبب بنا كل يوم من قرباكم مولانتي يوانا ما كانت عربية من مطل مولاي حايوه ومن يد الله أنا في عربي لغاية حضر أما أنا أتصلي قرابة أنا الله يا بابي يتندم بها مدينة وسوى هجرتين إلا يا هذا هو فرحين المسلمين في ما يشاتيه هجرة غير ربما فكل حال العلماء التاريخ صحي وريان ور من حيث السند حوه الصحيح أما السند في سعر في عينين أهل المغازي ولا الشيغان وآه من عبيد الله بن جحش الأورنجي وأهان منك قبي أم حبيبة بنت أبي سفيان والنبي يقول لك دمك برسل عليه الصلاة والسلام وأمهات المؤمنين كاملة منك أسبيل أبان وحكم لي عدي كريستان وذي أنت وجوغي حرشدة كذب ناس وحرشدة قدرت هذا القصة في الساعة أوصى هاي كسكلا كرته ونين عبد الرحمن بن خالد يقول له إذا وكنت رأى صدوق لغة الإمامة يسنة يده وحسن يأي لكن ندو مكلة كورة ضروة ولا ضعيفية وحديثان ومصب نبي إليه كاسنا وحشاق يا إنه دقون نبي جواه وحسي تردار لكن على كل حال قصة ظهرها تين وقاضنا هذا الشيء ذاتي وشفته
inuu ninkaas ku kiritaama waxaad arkaysaa ummad kasta oo dhulkii diinteeda iyo dadkeedu joogay ka tagta inay u bantaallo in la ugaarsado oo ay fududday markaasa in cidi ka daadato. hadday dhacday baa intixaaba badh laga ugaarsan karay. waxaad garan kartaa un cid kasta oo dhul gaalee tagtay oo wasab ama diyaaba environment ama deegaan tagtay gaalnimo unay joogto ama kribta lagu hayaba waxaa lagu haya inay fududdahay in cid badani ka daadato. waana cabsida runtii maanta u taalla dadka soomaaliyeed ee in badan u kala qaxay caalamka gaaladu ay ka buuxdo oo weliba dadka ugu badani ay tahay iyadoo dadka ugu badan ay joogaan ay dumar iyo caruur yihiin iyo dhallinyaro. yacni dadka ugu badan ay joogaa yihiin dad jilicsan ama dhibta labaad ee jirta ay tahay dad aan diinta wax badan ka aqoonin ama mar labaad ay jirto dhul badan oo aan xataa dad diin u sheegiya waxba doonaanay la soconin ee gaalow intay afka uga galeen ay iskala degeen in caruurta iyo dadka meesha ku kobcay iyo aragtida iyo waxa ka soo baxa dhow uu krista wada noqdaan ama diin laawayaalay soo baxaan wax badan maaha. inkastoo soomaalidu ka fakaraan qofku wuxuu cuno ma helaya kuwii xagga joogay jabiil ma usoo diraya taladu doonaysa waa qaato markaasi. ummu xabiiba oo ninkaasi ka dhintayna nabiga calayhi salaatu wasalaam baa u khudbadeeyey yacni ayaa guursaday oo najaashi usoo diray war in gabadha isaga loo guuriyo loo meheriyo nabigana loo meheriyo calayhi salaatu wasalaam. najaashi baana meherka ka bixiyey baa la yidhahdaa sida musnadu imaamu axmed ku sugan isnaad saxiixa weliba iyo sunan abi daawuud ba yani kale xadiis saxay sida uu tilmaamayo 400,000 ayaanu meher uga bixiyey isagu najaashi meher kale ka bixiyey 400,000 oo mehera bixiyey 4,000 oo mehera ka bixiyey waxaanu ku soo daray markaasi iyadii iyo ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam dib ugu soo daray saxaabiga la odhan jiray shraxbiil ibnu xasna ayaa lasoo raaciyey nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxba muu dirin hantidan tirada badan lana najaashi ayaa ka bixiyey. waxaanu ahaan jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam meherka uu dumarkiisa meheriyo haweenka meherku ka bixiyey dhammaantood waxay wada ahaayeen 400 oo dirham ayuu haweenkiisa kaloo dhan nabigu uu ku mahadsaday laakiin haweenaydatan 4,000 oo dirham ayaa laga bixiyey. saxaabadii haddan iyo nabiga u hijrootay calayhi salaatu wasalaam saxaabadii u hijrootay baan ujeedaa dhulka xabashida ee muddada deganay kadib waxay madiina markii muslimiintu ay madiina degtay intoodii badnayd weliba kooxoodii ugu dambeeyo jacfar ibnu abi aalib uu wadaana waxaaba yimaadeen khaybar markii la furtay ayay soo gaadheen. laakiin intii ay meesha joogeen waxa kaloo saxaaba ah oo iyana soo hijrootay oo gaadhayabaa lagu tilmaamaa sida sheegayo 350 nin ka kooban oo wata saxaabigii la odhan jiray abu muusa alashcari oo yamana ashcariyiina kooxda tan waxaa la yidhahdaa yaman bay ka yimaadeen dabeetele doontaasay soo raaceen waxay rabeen inay qabtaan nabiga calayhi salaatu wasalaam deedoonyihii sharaaca lahaabay ahayde badda ku kacday dabeetana xeebtan un xabashida ayay ku soo duldhaceen. markaas bay iska ugu yimaadeen saxaabadii kale halka joogtay kadib baa laysa soo wada raacay hadhow ayay iyaguna yimaadeen madiina markii dambe iyana laba goor bay markaa hijiradoodii noqotay iyagoo markii hore u qasdiyey inay madiine qabtaan laakiin doonta aanbatay ay geystay xabashida kadib ay xaggaas ka soo hijrooday. taasi waa qisada ku saabsisan xabashida iyo hijrootoodii. haddaynu dib ugu noqonno markaasi maka muddadan ay saxaabadani xaggan ku soo maqnaayeen iyo wixii dhacay waxaynu nidhi saxaabadii 80-nadaa dadkaa ka badanay waa ka hijroodeen oo xaggan bay soo qabteen dadka intii ku hadhay hijro kari weyday ama bixi kari weydayna sidii baa loo dhibay. nabiguna calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa wixii meesha joogay sidiibay diinta u faafinayeen ay diinta u socotay. dadyawa soo islaamay markaa waqtigaasi waxaa ka mid ah ninkii la odhan jiray cumar bin alkhataab radi allahu canhu. cumar bin alkhataab iyo qaabku u islaamay waxa xadiis oo saxiixa oo kusoo arooray ma jiro, laakiin ibnu isxaaq ayaa wuxuu tilmaamayaa
islaamnimada cumar inay dhacday intii xabashada loo hijrooday kadib, yacni waliba hijradii koowaad dabadeed inay dhacday. Waaqidi oo ninkaad unoonka goor soo tilmaamnaynaysa wuxuu leeyahay waxay dhacday sanadkii lixaad dilxija, sanadkii lixaad ee bicsada. Weliba wuxuu leeyay isagoo cumarna markaa nin lix iyo labaatan jir ah. Riwaayada waaqidi, waaqidi aynu leh xaadiskiisa lama qaato, waxa uu odhanayaa muslimiintu afartan ama konton ama lix iyo konton meelahaas bay ahaayeen buu leeyay. Duuduuba waxa ay arrinku ku kooban yahay un cumar wuxuu ahaa nin xoog badan oo ragga wasniga ku leh, magaca ku leh carab dhexdeeda ka mid ah. waxaanu soo islaamay un waqti muslimiinta aad loo dhibayay oo adaagu uu ku dhibaadnaa. cumarna markii hore islaamka nimada halka uu ka joogay waxaad ka garan kartaa xadiidka saxiix ee matalan bukhaari ku yaalla, ee uu ka warramaya ninka la yidhahda saciid ibnu zayd ibnu camr ibnu nawf ibnu nasiil, oo ah nimay ilmaadeeriyeen cumar, cumarna walaashii qabay faatima gabadhii la odhan jiray qabay, faatima bintu khitaab gabadha la yidhahdu qabay, ayaa wuxuu leeyahay wallaahi laqad ra'aytunii wa ina cumar limowt, waxaa ilaahay baan ku dhaartay buu yidhi, waxaa soo maro ay joogtay buu leeyahay la arkay, iyadoo cumar uu islaamnimo daraaddeed ugu xidho intii aanu islaamin. yacni intuu xidhay inuu ciqaabi jiray ninkana ilmaadeerkayina inaad yartiina qaba. idan cumar wuxuu ka mid ahaa un dadka dhiba maxay muslimiinta ayuu ka mid ahaa. dadka badna qisaska bad waxay isku xidhiidhiyeen markaa ninkaasi la yidhaahdo saciid ibnu zayd iyo islaamnimada cumar, oo qisa ayaa jirta iyana aan asaxin oo sheegaysa inuu ku talo galay inuu nin bilowo dabeetana isagoo maagmaagayo uu ninkala saxaabi yidhi waraan cumar ki celina maanta oo yidhi maad gurigiina islaamnimada ka celisa intaad annaga nagu soo socoto, oo uu maqlay markaasi markaasi ugu horreysay in walaashii islaamtay iyo ninka kani dabeetana gurigoodu yimi nabar uu ku dhuftay kadib waraan qur-aan ay akhrinayaan uu ka qaaday waaha maa anzalnaa calayka alqur-aana litashqaa suuraddaasi ay ahayd laakiin ma asaxin iyaduna. qisada cumar laakiin waxaa kaaga filanaya siduu u abaabka iyo islaamnimada uga fogaa marka hore. waxaynu soo qaadan doonaa matalan waxaa ummu cabdillaahi gabadha la yidhaahdo iyo ninkeeda oo ka mid a dadkii xabashida u hijroonayay, cumar nin abaabagna wuu ahaa, mararka qaarkood nin naxariis badanna wuu ahaa, ayaa waxay leedahay annagoo guurayna oo xidxidhanayno oo rabna inaanu baxno oo ninkaygiina uu ku maqan yahay bay leedahay iga tegay oo uu ku maqan yahay, yacni qalabuurustigii uu ku maqan yahay annaan xidhidayo sii baxaya cumar igu soo baxay bay kasiiskay duu taagay isagoo gaalkii siiya wuxuu igu yidhi bay tiri waanaan nimankii aanu dhinta kala kulmi jirna bay leedahay cumar, wuxuu igu yidhi bay tiri xaggaad qabanaysaa miyaad tegaysaa bay tiri innahu lilinfilaaq ya umu cabdillah waxaan umalaynaya inaad safraysaan waa tegistiini miya, markaasaa waxaan ku yidhi bay tiri nacam wallahi lanukrijanna fi ardi illah aadaytumuuna waqahartumuuna xataa yajcala allahu makhraja, haa wallahi baan ku dhaartay waa ka tegina meeshan ee degantii ilaahay dhulkiisaasaan u baxayna naad dhibto naftaysmuka ay keentaa ku yidhi bay tiri cumar. cumar calaacalkii ay gabadhani calaacashay ayuu ka naxay, dabeetana wuxuu ku yidhi saxibukum allah allah idin dhowro ayuu yidhi iskaga ka tegay bay tiri gabadhii waxay ka yaro dareentay cumar inuu naxariistay oo kale sii buu kaga tegay. caamir baa yimi ninkeedii, markuu yimi baan u sheegay bay tiri waxaan idhi bay tiri aba cabdallaahi ow haddaad arki lahayd cumar maanta sidii u murugooday markuu arkay inagoo safray noo baxayna, oo ku yidhi asamicti fii islaami mayaahe buu ku yidhi ma islaamnimada cumar baa ayaa hunguri ka haya, yacni sidii u fogaa ninkana ma ka rajaynayo ma islaamnimada cumar ayaa hunguri ka haya buu ku yidhi. markaasay ku tidhi haa cumar islaami ma haya buu yidhi falaa yaslimu alladii ra'ayta xata yuslima ximaaru alkhitaab, kaa sheegaysaa islaami maayo ayuu ku yidhi ilaa iyo dabeerka khitaabu islaami mooyaane, yacni dabeerkaasaa ka hor islaamaya cumar sidii uu og yahay. waxaanu rabay inuu ka quufiya arrintani waa dadka waxa iyagana soo wariya ahlu siyaq,
لكن فحماشا مغفا قبضوا إنه كرأي توصنيت نبينا عليه الصلاة والسلام إذا حديث كسنة نترمى ذكوص كسر على سنة كيسة يعني وترمى ذكوت المعنية حصنا صحيح عينه يهي وحاو شيء جاية حديث قوة صحيح لغيري على كل حال ولا مدرسة شيء جاية وحاو شيء جاية حديث كاتي النبي عليه الصلاة والسلام إنه إلهي بريد شري إنه إلهي دين تتلغو قرقاره ممح إلهي نزعادي النبي عليه الصلاة والسلام وأقبله دواتنا عمره صلى الله مركو صلى الله عليه وسلم رمتي وحكم النغضاء كانتي هو ويني دكا مسلمين كبتي استضاء بلا وحي قادة مركو صلى الله عليه وسلم دكو مساجد كي كنت كذان يرانع مغم ابن مسعود اي حديث البخاري كي الله وكيلها ما زلنا اعزة منذ اسلم عمر بيدي ما ننكسوا لبو لنا ونضط شرف الله وعزة للمخنص تدي عمر صلى الله عليه مركلة وقت الماما يا حديث طبقات ابن سعد فيها لسنة صحيحة قصارة ري لقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي بالبيت حتى أسلم عمر فلما أسلم عمر قاتلهم حتى تركونا نصلي وحلقك تريبون أيه وحن سوتشو به يضع أن الأوذن إن المساجد كي كنت كان كرنا إلا إياه عمر السلام يقول أيه مركو السلام يقول تغالما إلا إياه إن قصد أنا ما أقلالين إن كنت كان كرنا مساجد مركلة حديث المعجم الكبير كوية لا طبراني واثنين اثنان كيسو حتى يهي وقال يعني ابن مسعود لفتي إن إسلامه كان نصر عبوه دين تسوى قلسته صوق لي عمر وحي هيد النصر قول ألا هو إسلام كسي إسلام معجم كسي عبد الله بن عباس واخا يسوى الشيء يا عمر سواك ورمى يا حديث كيسنا وحاف سنة كيسو عمر ما لنتي مديدة لقالية ودمان دورة دنباء خلافة ديسي مركي مديدة لقالية ابن عباس السيسود التاغ يسوى له عمر قول لها اللي يوت وقلها فلما أسلمت كان إسلامك عزا وأظهر الله ذيك الإسلام ورسول الله وأصحابه ورسول الله وأصحابه إذا يا عمر سواك ورمى يا حديث كيسنا وحاف سنة كيسو عمر ما لنتي مديدة لقالية ودمان دورة دنباء خلافة ديسي مركي مديدة لقالية ابن عباس السيسود التاغ يسوى له عمر قول لها اللي يوت وقلها فلما أسلمت كان إسلامك عزا وأظهر الله بك الإسلام ورسول الله وأصحابه ورسول الله وأصحابه مركي يا أسلام طيب له يا عمر وهو إسلام لماذا هذه غرانا هيدا عزيزي لما هي الشرف دي وإلى سبحانه وتعالى إسلام لماذا هي رسول كيسي هي السحابة دي سيبا وقرية لك بموتي عمر يسدو إسلامي أدين صاق هذا قصة شاهد عيان صار ورنيه وصير ابن هشام ابن إسحاق سنة حسن قصة صار ابن كثير نولي وابا سنة جيد عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب ويانين فيسي وكوان رمي وحي دعي مركاسي وعمر إسلامي ولو وقت قاين أن يرى وعقل له وحكرا قرن أن يهبوا لي وليب هو ميلاي كسوق عطان يعني إسلام لماذا عمر إنه وقت يرى قبضة إذن يروح يتسوق عطان ما دام عبد الله بن عمر دا وحكرا قرن يسواها غزوة بدر ما فدي اللي ودي دي وهي أفر يتمجرها يعني إنه وقت يرى قبضة إذن بدر ارتيت إنه كنا عيسور مدعا تواصل كير ووقت يرى قبضة إذن وما لها يسجد جيان يعني تصوت أنه وقت قايد عضي ما كان حسابين يا علماء التاريخ في صدر الحديث كيت دا عبد الله يرى كل حساب طبعا ويا عبد الله تسمع من إنه شريد رأي سوينا يرى وأبيه تبص علينا وحنا ما بدعين وشكرة عقليني وقت اللي بدنا إنه من لودي ذي بدنا روحت إن دجال حتى الله دجال الله دجال من لودي ذي من الله قال هذا اللي يرى إنه على كل حال وحلاي يعني أبعي مقو إسلامي أيوة إلى أي قريش أنقلوا للحديث قريش من ما وكيسوا دك جاكينو يشجع نيجا دك وو وكيس يعني وحر الله إسلام لما دي سينو كشجع إعلام توبوا اللي ما كان قريش بهنا ذاك كذا سددوا ده مجا وو قال ورك عمران ومرة ما قصوا من ما كسوا حلاي قريش ورك يو قاليوك وحلا يريبوا إن الله جميل ابن ابن معمر الجمحي نكاس بقوك الله يبال يدور جيسي حميس عبد الله بن عمر وحلاء فغدوت أطبع ترى وأنظر ما يفعل
وصوت ما قال يقول لي يا أبا يعني هو بليغ يا وحى وسمعي بليغ أنا هنا أنا أبو عبد الله يبلي وأنا غلام أعقل كل ما رأيت ويل يروح وأنا كما قرن كرفع مكرم أنا حابولي ما كيو نيكيو يبي أيروح وقول لي يا أعلمت يا جمي أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد ولياه وكيو نيكي والموقت يقول أرضينا الإسلامي وديت النبي محمد قال نكي لوي لي قريش ولا نسقى هو ورك هو قادر أيه ورك يمشي يا عمر عين كاس كل ابن عمر ورد له يقول كي سوى حبيا فوالله ما راجع حتى قام يجر الرداء إلى ما كنا نتابعه هذا الكمول على النبوي إنك يقول استاذ سوى مرة في كيد يقول حتى مرة أنا سأله قال سوى مرة في كيد يا أيه ورك قال يقول عمر ما هو دفع قال يقول أنا واسيدا وقال يقول يا كي حديث كورين يا مكة صدق هذا الذي استوصى هذا أيا قبطي حقي مسجد وحي استعجبوا لنك باب المسجد مركو مريه أيو قيل لما ده بقوات قبطي بوجه يسوى لي يا معشر قريش قريش نمكة أندية ذو دي مالي غير والبا ماضي والبا مجلس كي وكلها عام ساك في هالكي لك لفريسة جري إيا غوفا ديا أيو لما ده بقوات قبطي بوجه ولا قريش ألا إلا عمر قد صبع عمر دينتي لي وكبحي صبع وحيو استعمال قفك الدين تخبح الدين كلاكلا يعني وحلاه عمر دينتي لي وكبحو كأنما وبدعو لنا غضي عمر با استبتها قول بان بوشاغي اي والله وان اسلامي واشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صبع ذنب جديد يا عمر يعني انك ديته وكبح الدين كلاكلا وبس كي استعمال كري سيو حلاه انو الدين كلاكلا سمترتي الهي ما قد اعطي وان اسلامي يقولي تبتنا ماشي وكاشهات وحين نادية في اليوم الله صوكا عمركا دقال باب بالأمي عمرنا هو دقال لمن دقال في يوحي الشعر يقول عبد الله بن عمر ليه حتى قامت الشمس على الرؤوسين إلا يعد كل الله طير ضبك مرحي يعني على كل البلس لقاري شدي لي شدي لي مركا يعد دينا كل الله طير ضبك نكت ربطي أي مكي دنبع عمر الدالي يقول يوم كسوس كفرس إلا هو مجالة أن ينم ولا دقال لمن ما كلا سكوا على أقدامه ودالي أيوة سكفر استيبوري ويقول تاجا يلاقو حما يولي لا ربا إلا سيدلو أو شغلنا لا يهبر يفعلوا ما بدا لكم وحلا لي وحيدين مغبانك وحي تورين السماية فأحلف بالله أن لو قد كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تكتبوها لنا وحا دولتا يلبو العين هنا إلهي ما قل دارتي حتى صدح بقوله لي جاتني ما كولا تقنين من أمو واجه كساري أمو واجه كساري يطابون تاي يالا بكير أبان صدح بقوله من هلا ما كامو واجه كساري أمو واجه كساري دون تاي وحما إن إحنا صادون تاي يالا إيا ظن ما كسدين لو قد يوم يوم إن مسجد لا يعيبوا لي يمين في رأينا بس عليك أيا رضي بر وحبنا ستوح رضانا يوم يوم يقول رشاد كم إذا ما صابح يبيت دم تنوي لما شاء لكم وروام حيوحن عيال قبوك سيد وعيد هذا صباح عمره عمر دين فيك بحيبا إلى هذا واردلو كالية وكويري نينك لهدو نبتيس دين الدورتي محايو غرطان بكويري موحد دونس الرير بن عليه بن كعب وقبيكو قدشي والرير يقول والله ما عمر سيدايد كود ديني لنا دا عمر ديشان رير يبنون بشكل الدورتاني موحد رفتانونا الرير بلدك على الله بولي يعني عمر وانا لا درانو الرير بلدك انت هلك كود ديشان يكتك ما إياه ama waxa doonaysan boolayna reer habal iska shaan hadayna reer reer bana hadayna la dagaal gashaan iska daayay ninka la dilayne abdullahi yar hadifka wariyay oo xulay fa wallahi lakanna ma kanu sawban kushita an waad mooday sayguul marada arlayga laga rogay inay inay ahaayeen marku ninka ninka yiri ba dadki ku xoosana dibuga istaage abdullahi ibn umar hadith al bukhari ku yaalla sida uu tilmaamayo ayaa wuxuu leeyahay bari dambe aan aabahay waxaan ka ogaaday isagoo markaa dhayna yaro waxaan dhacay uun gargaranaya wax bari dambe aan aabahay wuxuu ii sheegay buu leeyahay ninkii inuu ahaa al-aas ibn waayl sahm ninkii loo rajay aas ibn waayl amar ninka inuu sheegay inay tahay dal carab ah bii weeya wadayadii waa la kale ee buu kamid ahaa laakiin markan uun ilaahay umar waa ku bixiyay aas ibn waayl inuu ahaa oday ayn ka yirida markaa dambe aan ogaaday buu leeyahay رد الفعل كياما جواب جاي قريش كب حسين سلام لماذا عمر جواب هذا هذا قبيح إلا يبا ليلا داواد وادق مركبة ضد وضريري ربي إلي عمر دلال حديث قال مسند الإمام أحمد قصة لسنة صحيحين
waxaa sheegay yani in waadigu badal inu noqday iyadoo raba in la dilo sanadku wuxuu sax yahay baa la ilaahay shuraih ibn ubayd ibn kalaa laakiin inta dambe waa mursal daciifa ala kulli waxaa meesha ka muuqanaysa sida xoogan ay isugu dayayeen ama loo markii u dareentay islaamnimada cumar riwaayadka kale tirada badan leh inuu meele ugu baban jiray qur-aanka inuu seen u dhegaysan jiray iyo inadeerkii iyo gabadha ay walaaliyiin gurigooda inuu tago nabar ku dhuftay iyo kuwaasoo dhan waa qisas ku soo aroora ahlusiyar walmagaalka ay soo arooriyaan laakiin ariiq saxiixa aan ku sugumin midina wax sasii fog maaha inuu qur-aanka ka maqlo gurigaasi yani sanad aan uba ildan ama xadiis aan uba saxiixa taariikh aan inay dhacdo waa iska suurtagal wax sii fog maahana inuu cumar xijin kari waayo faaha maa anzalna calayka alqur'aana litashqaa inuu dhegaysto oo xijin kari waayo u islaamo qur'aanka litaatiilka inuu ku sameeyaana wax fog maaha waxaynu tilmaamaynaa cumuuman un waa in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu islaamkii faafinayay saxaabaduna aada ay loo dhibayey ama dhib tiro badani ay haysatay waqtigaasi laakiin cumar uu islaamay waxaa muuqata cumar nin adadag inuu iska ahaa oo keligii islaamnimadiisa ninkaa quraysh oo dhan ula badheeday oo ku tukaday kacbada sida ibnu mascuud sheegayana inay sababtay markii dambe ilaa aqbalaba inay ku tukan karaan kacbada saxaabada tani laakiin haddana waxaa muuqata uun qurayshi inay adkaysan kari weyday inay warkan sii dhegaystaan dabeetana waxaa bilaabmay go-doomin cusub iyo afkaar cusub iyo qaab cusub waxaa bilaabmay ra'yiga gaalada maanta ay dunida ku wadaan mid la mid ah waxaa la yidhahda caqabato in dhaqaale in waddan ama dad ama bulsho lagu sameeyo ayaa la bilaabay in lagu sameeyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo cidda qaageexdaba gaal iyo muslim wuxuu doonaba ahaaday reer banu haashim oo dhammi way taageereen gaalkoodii iyo muslimkoodiiba sitaasi waxay keensatay markaas in quraysh oo dhammi ay isugu tagto in qabiilka iyo muslimiinta iyo inta raacdo dhan in cuno qabata in lagu sameeyo muslimiinta oo galay sheekh abu abi aalib qisadan ku saabsiseen go-doomiska iyo nimankii quraysheed inay isugu tageen inay go-doomiyaan nabiga calayhi salaatu wasalaam oo culamaa-i taariikh qaabkay u dhacday ay riwaayad kale jeedisan ka soo aruuriyaan laakiin xaadisadani inay dhacday riwaayadka soo aruurinaya ee tirada badan leh saxiixa qaar badani maaha laakiin asalku inuu jiro oo qisadani ay jirto waxaa tilmaamaya xadiis bukhaari ku yaalla xadiidkaasi bukhaari ku yaalla waa ka nabigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamaya meeshii laysugu dhaafsaday wuxuu nabigu ku tilmaamayaa taqaasamat fiihi quraysh can alkufr ama taqaasamuu can alkufr inay ku sameeyeen meesha la yidhahdo khayf khayfu bani kanaana xadiidka markaa asalkiisasi saxiixa waxa uu sheegayaa meesha ay ka dhacday heshiiska kani khayfna imaam nawowi raximah allah wuxuu leeyahy muxasab iyo khayf iyo abdax iyo batxaa wuxuuba waa isku meel quraaya magaca wadala buu leeyahy xadiidku waxa uu tilmaamayaa markaa nimanka quraysheed inay isu tageen ay isugu tageenna meel go-aanna ay ku qaateen in nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo wixii raacaba in la go-doomiyo in la go-doomiyo nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo wixii raacsiisanba waxa tafsiilka ama qisadaasi si balballaanan inay usoo aroorto waxaa soo aroriya xadiis mursala abilaswad iyo zuhri iyo niman lamidi ay soo aroriyeen xadiidkaasi mursalka ay waxay sheegaysaa tafaasiil ku saabsiisan muslimiintu inay galeen sheekh abu abi aalib laakiin waxaynu leenahay asalka xaadisadu inuu sugan yahay waxa sheegaya imaam albukhaari markaynu isku soo ururinno axaadiista kale waxa ay sheegaysaana wuxuu macnihii soo dhami yahay in ay nimankii gaaleed dhowr goor ka codsaday nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu joojiyo warkan uu diiday inay u tageen abi aalib iyo kooxdatan oo yidhahdeen ninkan ka joojiya ay suurtoobi weyday akhiiran inay keeneen codsi ah in la dilo nabiga calayhi salaatu wasalaam oo abi aalib inuu dhiibo
قريش ابو فيعن اوه فان قادر بريكيسة كانك قريش هاد الشر تبتلو الكل وكنا وطار وقالي بينك ابو عدلتو كينا ناربيك ويا كان ساسي ويا وكا وطار امرك ما اقبالي تيما كيلا يكون اكتران وعينا قريش واحد قادر طيقوان الا قوذون بيو غير بن هاشم اما غير بن عبد المطري وغير بن هاشم الله صدام بلايك الله مسلم كوري يكاد كوري بو سبعة حال الأول الشيء إلى النبي محمد مرتب الذي بين عليه الصلاة والسلام قال يا مسلم بصار في سكر رائع نبي جسوا قرار المسلم يتلجوا إلى وراء بين عليه قصص كافي شيء سواء رغيات مركز واحد قال عن مال حافظ عصي أي وضع قال ورش مركة واحد كل شيء كو إنا لا فريسا إنا وحلا قدرني إنا وحلا قدرني وعلى في عرضه حسين شريعا وليه هذا الكلم إن أنا أبلغ هذا البورسل يعني قدر من دمانت مقاطعة رسمية أما قدر من دمانت في القوار السبعية قدر من تسوح على إذا أطول صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام يكوح دي الرعوي يغير بن هاشم ونن طول صلى الله عليه وسلم قدر مسك الوحي إلا يا إكاتر وعطي وطامع الأغني ودبون ما يصنع علي أنا أشوف كم اللي بيشوفوا رول نوعية وحيكو دب الدوام يعني لبسط أنا مصدق صنع ضادي رميشة سكوت شريعة الجعلية لا توصل أبي عندي لسرتي أنا كده مرة قريشي نيسكو أبكره ويلي أعمل كان هنا هذا دب الشريعة قريشي وإذا أردنا وصل أنا كتب عن ما هي صحيفة ده مريض يعني إيش إذا ما جرى الله كارا ولا بيتي أو قرآن قريش قرآن أو إنزل أو قرآن ما ماذا ما يسكو أصلا إن إيش كاتي لبريه وشيء كبير في بابه زي بريان رواية كثيرة الشيء إنه النبي قولي بقى وشيء عليه الصلاة والسلام هشيء سكي قطعن بقى إن أبار الله وآنه كهرين إلا أيه كلمات الشرك وظلم مويا رواية كثيرة قلنا عكس إليه إنه واحد المامي إن أنا قصه عليه كلمات التوحيد إلا إما كثيرة إلا المعلم ويا نيتي كلام إنه الله قرني على كل حال وطيقة يريد الله قرينا مكي تنبال السيري صوصة على وحل الله يضع أبار الله مثال مدد أمرك يكتشرين أيو دم ماري قودو مسكاس وقتينا قودو مسكال كتشرين دباطة دعا قوترا برالله أي سوق أدي نبي عليه الصلاة والسلام أي غير بن المطلب أما غير بن عبد المطلب أما بن هاشم بس كوضده أن كتب التاريخ سأكرم ديال عمري إذا الله صار ورنيا يسوق عليه قصة الثانية إلى وقت الصار ورتبع لغيه وقصد أن صوت صارين وراء صحيح حين كسر سنين أبو سفيان ويمين نبي عليه الصلاة والسلام سوى رحم كأخوه الدين يا الله لواء لا باصري آيات كي كسر دكتة فرتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين أين هو رسول شيء وقت يقول دور متكاسر لما رأي مدير خد البر وحن نبي صاح على عليه الصلاة والسلام إنه قريضه وليه نبي إلى لنهي حديث الصحيح يتصار وفهر طالب إنه نبي إلى لنشري وهو عرون شري وهو إلى لنشري إنت لنتحك في البخاري هي مسلم بوه قصوين وليه أتمتني قريوني نفتك بحيسي فهي نبي هو حسكت ديينه إن بضلت على إستار وليه أعرف يدين كود ذالية إنه دين تصاق الله دبتنا وفاتي سمت نفس كسي بعيسى وحتى لو يما وضيض قرش هذا ما ينهى الخصاص على صدر فلسطين وضيض قرش إنه واحد كبرني ما أنت هذا أبي طالب سلامه ولا لا قرش تنظر ما إسلام دونه أبي طالب أقوم من تدنا إنه دين في أبي ياش يقول الله يا وطادنا فلسطين أبو جهل يا ورقة ياش يا ربي يلا ورسالة أمر الله يبقى أخيرا صغيرا لينا يا من نبي عليه الصلاة والسلام وينا الله يبقى يبقى واحد أنا أترغب عن ولا عبد المطلب أبي طالب أمه ما أنت أدوتها ذاتها هي دينتي أبي أكتلي دونتها عبد المطلب دينتي يسي ما أنت أطلاف الدونتها بيلا نبونا عليه الصلاة والسلام وقال قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة قال لا إله إلا الله بك ما لك القيامة أنا لا يكفي سبخاتي أخفره سيد المول إن هذا في عضياني أي واحد لي في المسجد بعض الطالبين ويدعوه لولا تعيرني بها قريش حتى انا كعبت قبل بولينا قريش وهي بيسر وانا يا رب اني انا
يا وحي كل فين بقي وبقي يا كل فين ولا إله إلا الله يعرف لا أقرب بها عين هذا الأشياء اللي ودي كلها هو هذول سوا هو الله ما إله إلا الله عفرا أنا قريش عفرا يقول يا حبيبي وحي إيش هذا كفر حضر أيام الله أيام الله إذا لو صورت بسبب إحتي سأبو قارئ كتبني يا مسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء آياته من إلهي سبحانه وتعالى نبي محمد عليه الصلاة والسلام أنه نكتب إلهي باعث الجوانح مليح يعني قلوب البشر إلهي بيك حتى كتبت سبحانه وتعالى هذا واحد أولد هو هنا بك الدين توشكت أبي بكر ما توقع هاروضي أسكار لك على مرأة بي أمكتي ويأردت أن يقلل للسماء وكب قلوبي وعادتي شريف دي تابي أشياء رمضان وإلى لنجي وإما تكن أكتو كان رجع في دراجة هاي أما يسبق عاكا هاي وإينا كوب بوحي نجي إينا نمبر نبتكي دي تنابي أشياء رواية الصحيح واحد المامي رسلا في أبي بكر خلق ابن إسحاق أبي طالب أبي طالب من الصاص كل التي ابن إسحاق طاوله وسوء رورية أولي عباس بن عبد المطلب وعمر بن بعض كي تقول ابن عباس إنك مقاشنا يوم كسوء فقل لي إلى رسول في سيواكا جبنا إنك مقاشي وواي وواي نصر دبتنا ونبو كويني أروه ما نمقل لكن هو ورانا صحيح وكا وكا ابن عباس العباس بن عبد المطلب هو لدي أولي كما خلمني بشبين وإلى نقع البسباء حدود أخاتي لم أكن لي هاي أدا في سنة مضاء صحية وإسمني قلبه ما كسرها يعني سيدة صحيحة هنا حديث الصحيح كسارة سنة وحريان أبي الطالبين وقال المجيسي وقول للطيب ولذلك أي أرواح أكم وقت النبو عليه الصلاة والسلام إنه إن بغنوا لك شيء ولا أكيد جنب تفوى قوة ديني إن كان إلهي كتافيني إن كان الله أرى أن جنب تفوى لو هو يدين كتافيني إلهي جنب تفوى قوة ديني كجبنا واحد سؤال دهتين آيات القرآن عهد مدني يوسي دمبيه سوداني إلهي موت المامي أنا وقالبا ألو حوالي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم إلهي أيده كل يعني وما أنقبت النبي يقوى إيمانك الله يا حريبا إن جعلت من دافع له ويديات هبا هذا كوي قرابه وحيدي كذب مكا يوعد باقي إن يكون باقي أصحاب الجحيم كإنه إلهي كمدات له ويديو تعصر الله ملاح يعني قال إله أنا حرش ما دولة الكتب وراء أي أعزائي لكن هو حكم مغطين في كورة رسي نبو عليه الصلاة والسلام إنه جعل إلى له ويديو أما المنافقين هو وين الكتب كريم سيدي عبد الله بن أبي بن صلول وخير أما مشركين بقى اللهم أغفر لقوم فإنهم لا يعلمون أنه روحا لكن هو حصل الوحوة يعني تياني شوجه مصوص تطني للي هي قصد ضوء الدالة وهو ويدي كتب هل كان سوى حكوب لي اليوم إذي كوى النبي عليه الصلاة والسلام وحكد إن سوى حكوش وحي ينيس لو حتي يدار سيقوى اليوم خديجة بنت خويلة رضي الله عنها صحابي دي ويدي النبي حاسب ساحب خديجة بنت خويلة دارين شهيد إيا لو حتي يدار سيقوى اليوم وحنبي وفصوا بحي وحتي كان علماء السيرة قاد كمدي وحيود بحيان دعان من حزن بيها سنة في مرور النبي عليه الصلاة والسلام وهي الله وذي قصة نبكة بقوح بعلم بطبع وهذا سنة في سامعيسة وكنت يستيها أيها قريبي مروة وكذي والله وذي قصة نبكة في بحيان بالعامة فسوح الشيء إنه نبي الشابي عليه الصلاة والسلام بل إنه سكوب أيضا دعوة مالك رواي سلبك طه إنه الرادية أما مركز كلاك ودك وقر جارك هو الدين تو عيسى لديك كرتو إنه غادي مركز جارك لأي يدن عبدين هو النقو نقص كقصة عروري رواية برم بصوة عروري ريان عصحين وقدي يا رجل أنه عائشة عروريا قصة التي نأسر في يدو حلان وحيانا جرسلا تقصة عروري بخاري إن شاء الله تعالى يدين مكاشير جارك عند الله يا الله لكن عموما واحد صار انه نبي سكوت ده يدعى ولا انه مقلس كلاو الرادية ده بتنى انه كده جاي مقالة دي مكاحي انه قطعي ماشى طائف لا يرهده
طائف نوى ميل إلى لحدا ميل ميل لها شكل وشفته مقالة مكة طائف نمان ثقافيين بعدك ما يشافين وقلت لي نمان كائن ودين توقر قارا أن اسقصاد دوضور وقص اسقاتي وحي الشيء يمرقي وحوى أعراض علي بيرتا نوتي العين وحوى خيرا محين وإن حين بأي وحيسيين نكي إحنا بتالي وقلت لي بيننا عدات الوريد شرين وحا وكريستنا دلتنا مرقل سليه إحنا بكارون إنه بسم الله نبويه ونكي ويديه وغيرنا صرح داك كياتي مخاصو الشارعين النبي هاي نكي بوحكو إلى روح داك كاتبه مغالا أيو الشارعين مغالا دو الشارعين بوحكو إلى ميانا يحين تلات شارعين ماشي و نبي الله يونس مغالا بسمية رسول محاكو وغاتي قصص كعين كالشيء وآهل المغالبي سيدة المسرورية لكن وحا صحي كمكرا وحاف حيوى سؤال عائشة أي نبي هو يبيساء عليه الصلاة والسلام عائشة وحي كتب هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد حديث كان شروع عليه عائشة وحي نبي كتب عليه الصلاة والسلام إلى رسول في اليوم مالك يبحث مالك هذا أبا جميع تلقى كاتوما وواد ما سؤال النبي هو يديني ودع عائشه ما كان النبي حاسس في تايو كما فرايتاي وكان النبي واحد كوره سمسا وقلت كذب قلت انه الله يغانا اني كمت هاي وقعدي النبي عليه الصلاه والسلام كيف تبدل الشيء قاعد يقول وقد اي الكعبه اللي تشتري وكفيه مثل المدي يعني انا والله ما دري قاعد الصلاه تقول كنت كلين عائشه ما كان واحد هذا مالك يحلو شيء وقعد وحكى على جميع تلقى مرنا كاتو مريض نبي عليه الصلاة والسلام وعائشة وشيخ مركا ومالك ذاكي بطنجين الشكتور ومالك أن يرلم الرواية صحيح يكون شعر من سيد رجل نبي هو تقول قد لقيت من قومي وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة تلقى وحن تلقوا الميوحي عن تلقوا الميوحي نبي لي وحن يبوا أبدا وحن تلقوا الممالك عقبة عقبة يعني عقبة بطائف يعني طائف بلوتي ما هتين منا يعني مدفك آخر طوني مالك أن نستعيد أوبان لجيبه نبغولي ابن عبدية لي إيك الله يغربه وأنني كم لدار بير بني التقيف أكادر طائف أبا طائف هو إيه كيجب هو وإنني كم لدار مالك أن نكا أوبان لجيبه لي دين تهيه إنه يتاغره فلم يجبني إلى ما أرد ووحي عام أشهري أمانه ويراري إذا مو أبو بلد الله صلى أنا محموم على وجهي إذا كان واقف لجيبه أنا أفكر أن يوم الورية محمومة أيام بعطيبولة فلم أستف وإن أبوت الماما يا من ظهر ما يعني حملي يجدل ومروه كما نغار غيره من ميرابط من أبونا إلا بقرن التعالي بناشا لنا بمو يالي قرن التعالي وماشا ميطاك في قرن المنازل إلى أبو ودفع حجي خصوص أبا إن نجي تخيم الله حلق ميطاك كواي كسو حدان حجي وماشا نقول يا واد سنة غيره كانوا مرويسنا ما نغانين ما يلعن مرأي وما نغانين إلا يينا تيوب غانين مريانين ماشا تلا يا قرن متعالي ما كان ماشا مرأي أيام ما لحقروا قاريبوني سوحنا سيبون يقولي ضرور بحرين صحيح ضرور تبعت دواء يقولي مساء والجبريل بقى جبريل بقى مكايدة واقع ملك الجبريل ويقولي يقولي إن الله عز وجل قد سمع قول قومي ثلاثة إلهي سبحانه وتعالى وامقلي طلقا وإنهي قبول الأهدين إيه وما رد عليك إيه وإنهي جواب عليك جنبك إلهي وامقلي وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه وحال لو خصد ربي جبريل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ملك بوران حكمه كاسب إلهي خصد ربي سيأبو أمستوحى عدنته جبريل تصل الشيخ ابن نبول عليه الصلاة والسلام دبعت نفسه ناداني ملك الجبال وسلم علي وحيثنا إيه علي بير ملكي بوره وإطلامي دبعت نوح الوجه لبيره يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت وحنا يقول كجري ملكي بوره إلهي بان أيكا صدرين لذلك كاما قاتم أنت وحضان طيب فرد هداد فرده
أن أطبغ عليهم الأخشبين هذا الدونتو وهذا الفرطو أخشبين كون أبو رضا مكتنا إليك غيال هذا الكرة هذا الله ولا أبو رضا غير مكتنا تبقى أبو شخصار وكتار إياه نبو عليه السلام لحقوه جوابي بل أرجو أن يخرج الله من الصلاة من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا ما يقول نبو عليه الصلاة والسلام ولو حال إلهي كرج إليه إنه دب غضب كصوصار من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا هو إلهي كلي يعبده وأن إلهي إنه شريك إليه إنه لا دب غضب كصوصار يعني هذا اليوم النبي عليه الصلاة والسلام نفتي سواحك دوين الدعوة دين تريم تقوقات ولذلك وحي نفتي ستوب سعود عليك أبو فكر إسراط المامية أسد يومين عليه إلي تاي ما لك طري ما لك يقول لي برمي دني تاي حدنا وكا حديث تكلم خالك المامية من تقم لنفسه نوره نبي محمد نفيس وما أرغوصا نبي سلسوك سعود عليك كمو أرغوصا منه لكن واحد قال لي واحد يدين يدين تاني مال مطر ويكسانك نغطر ما انت مسلمين لكن واحدنا عدين دان كلمة جدو لكن طابع بالرير إن مالك الله يحمل مالك داري يديش ورشبينيس دي دير إن أبسنا اللي سوى كارسية أما عادي أخي ما عادي قارك أي نقطوك بيان دلقاء ورمية أما عادي أبو مشرفتين هذا وحلا يالو مالك تسوح والبوات قدق على ميسا ونجي هذا لو حلو سمعي بالليل هذه لكن دين توح والله يارو وعيد ولما وحي يشو عيد كو حل صارتا اما تريح الغالسة مثل وغضي يدي وعقصي يسد بالرقتي ايه مسلمين دم انت ينبغان الانوش نبو عليه الصلاة والسلام نتيجة وحبك مصرقا دينه وثلي ولو حكا متشقبا اني لأي تبر كودا وكسر صار كود اللا عابدة وكلي غار ان حديثك الصحيح عبا مخاين وغفت لهم بين لامي واي كوحي النبي عليه الصلاة والسلام بك سوقاته أما هذا معروف كاهي علماء تاريخ أيت بالصور الريال اللهم إليك أشكو باتي وهواني على الناس وقلة حيالتي إزداد عينك في شيئك هي أنك أعداد الله إلى الله كل مير واحد صارهم بين الأمي ابن إسحاق يرد الله ملا بدون استند صحيح أما ابن إسحاق ولا ليال درسياني هلكاس أيوكو أكيهي الله تبارك وتعالى وحن كبر ينا إنه نجو أنفعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.